علاش كيقوى هذا الفرز هذا؟ ما عادوش هذا الفرز هذايا، حشومه يعدلوا هذا المنكر هذايا. الله يا سيادي، الله يا ودي. ودابا الا ماتوا شكون اللي ماشي عتقم؟ شكون اللي كاين عندك؟ الزوج ديالي كاين تما عنده الضغط، راجل في عمره 60 عام وجالس ما يتكرفص. علاش؟ حيتاش حنا عدلنا، حنا عدلنا الاوطيل، عدلنا كل شيء، عاد خرج من السعوديه، عدلنا المسائل كامله. ما يجا لنا هنايا تقلبوا عليهم، كان خصهم في الاول ما يركبوهمش، ماشي انتم كطلبوا لنا مليون، ما نجيبوا مليون. عنده الدار، هذاك اللي وقع فيه شي حاجه هنا طيح الروح. الناس طايحين بالجوع، ما شربوش حتى الماء، الماء ما عندهم شيء، ما عاد تقومش حتى بالشرب هذا الماء، ما عاد تقومش. شي وحده قال لك سقطت، عبوها للمستشفى هنا داخله، سقطت. هذه حشومه، واش الدوله ديالنا وقع؟ احنا معنا كورونا، واصلا هما جاوا بالبي سي ار بكل شيء ديالهم، الناس كاملين نقيين، غير تعدوا علينا. وراجلي عنده تلقيح الاولي والثاني، كل شيء عنده، ما خلاوهش، عنده عمل التلقيح، عنده التحليل. علاش هذا المنكر هذا؟ علاش؟ احنا حتى احنا غنباتوا هنا، غنباتوا هنا في المطار، لا ما غنحيدوش من هنا، غنباتوا ما غنمشيوش من هنا. الملك كيقول لهم ساعدوا معاهم ورخصوا لهم في طائرة كل شيء، ما كيتعدوا علي من هنا بالجوع. ما كلاو لا هما لا حنا، حتى واحد فينا ما كاين، كل شيء بالجوع. المنكر الناس هنا طايحه. دخل الفيسبوك شوف شنو كاين تما. بعد دابا هو ما عندوش الكارطه، بعد هو غير شي ناس اللي نتواصلوا معاهم، هو ما عندوش، باقي ما لقاش الكارطه ديال المغرب. ها بعد بالجوع ما كاين لا ماكله لا شرا، الناس بالجوع شمن الماكله اللي عطاوها؟ خرجوا اللي عندهم الفلوس، اللي عندهم باش يخلصوا مليون. حنا ما عندناش باش نخلصوا مليون، هادو ما كانوش يخرجوهم، كان غير شافوا ولادهم كيموتوا، عاد قوم للجدات ديالهم عطاوهم لهم باش ما يطيح الروح عندهم تما، باش ما يتاذوا شي هما. اما الوالدين ديك الاطفال باقيين من داخل، خرجوا غير العيال صغارين باش يعتقوهم عندهم يموتوا، العائله خرجوها كانها مرخيه كتموت، خصهم يقولوا لها تنفس. اللهم من هذا منكر، واش المطار محمد الخامس وقع فيها شي هذا؟ اللهم من هذا منكر، هذه جريمه كتلقى هنا في المطار. عايشه الملك، عايشه الملك، اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. وهنا غنجلسوا ما غنخرجوش، واش حنا الشيطان علينا اللي داخل؟ حنا هنا غنجلسوا. دابا هذه 24 ساعه هما جالسين، هما شبروا بعد المطر، هما في الرياض حتى عاودوا لهم التحليله، وعاد خرجوا من تما البارح، وهما بيتين مسجين وقيالين، ودابا هالليل وما كاين حتى شي حل. شو ما عيب، شو ما عليهم، لا حول ولا قوه الا بالله.